من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. مضيق باب المندب خط أحمر. شيل يجب تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة. ريكاردو كرم وتكريم الإبداع العربي. أوباما يعترف فيسبوك خطر على الديمقراطية. وإليكم تفاصيل النشرة. مضيق باب المندب خط أحمر، فقد جددت مصر تأكيداتها على أهمية مكافحة انتشار الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في اليمن، وذلك خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة استهداف الحوثيين لمكة المكرمة بصاروخ باليستي. وقالت مصر أن المساس بالمقدسات الإسلامية أمر غير مقبول، مشددة على رفض أي مساس بحرية الملاحة في الممرات الدولية ولا سيما في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. خطوات جريئة، هكذا وصف إيدن ميرفي رئيس شركات شيل في مصر الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، مشيرا على هامش مؤتمر الريادة التكنولوجية بالغردقة إلى أن هذه الخطوات تستغرق وقتا لكن سوف تؤتي ثمارها، مؤكدا على ضرورة تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية استطاعت تأمين خططها بالحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وهذا يعني أن هناك ثقة على ما يتم إنجازه في مصر. أوباما يعترف، فقد أقر الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته بخطورة مواقع التواصل، قائلا أن الأخبار المزيفة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية أضرت بالديمقراطية، داعيا مستخدمي فيسبوك إلى الانتباه والتأكد من صحة الأخبار التي يتم ترويجها، محذرا من أن السهولة التي يتعامل بها رواد المواقع مع الأخبار دون التحقق من مصداقيتها تهدد المبادئ الأساسية للديمقراطية. تكريم الإبداع العربي، فقد أعلنت وزارة السياحة عن انطلاق الدورة السابعة لمبادرة تكريم لإنجازات العربية، وذلك بحضور الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم مؤسس المبادرة، التي ستقام يوم 26 من نوفمبر الجاري بالقاهرة لتكريم نخبة من المبدعين العرب. فيما أكد الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم على أهمية تحفيز الشباب العربي على الإبداع والمثابرة على التفوق ليظهروا الوجه الحضري والريادي لأمتهم العربية، وتمنح المبادرة جائزة إنجازات العمر لقامات عربية كبيرة على مجمل مسيرتها الإبداعية، بالإضافة إلى جائزة تقديرية خاصة لأشخاص يقفون وراء مبادرات ساهمت في إيجاد حلول لقضايا اجتماعية وثقافية شائكة. هذا وقد تم افتتاح المؤتمر الصحفي بفيلم وثائقي مصور يعرض لإنجازات مبادرة التكريم منذ انطلاقها الأول في 2010 وحتى اليوم، وبعد 6 دورات متتالية أقيمت في بيروت والدوحة والمنامة وباريس ومراكش ودبي ثم القاهرة بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية وهيئة التنشيط السياحي. التكريم مثل ما ذكروا الأصدقاء يلي كانوا معنا في هذه الجلسة اللي بعدنا لهلا معنا بهذه الجلسة، هي صرخة في وجه الظلم في وجه الإرهاب. برجع بقول نحن عايشين كلنا بنفق مظلم وبحاجة إلى بصيص من الأمل وإلى ضوء، وهذا الضوء لا يمكن أن نلمسه إلا من خلال التميز، من خلال النجاح. والعرب أينما كانوا في هذا العالم تألقوا بكافة الميادين. أنا يمكن دوري كإعلامي حاور وجوه عربية ناجحة لم تكن معروفة أبدا من الجمهور، لمست هذه الحاجة الماسة إلى التأثير على الشباب العربي، حاجة إلى أن نتيح الفرصة لهؤلاء الشباب أن يحلموا، أن يقولوا أنا أيضا أستطيع أن أنجح. نجحت جمارك مطار القاهرة في إحباط تهريب كمية كبيرة من قطع غيار السيارات الفارهة تبلغ قيمتها نحو 2 مليون جنيه بحوزة راكب مصري قادم من الصين عبر قطر، حيث اشتبه رجال الجمارك في أحد الركاب أثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة. وبتفتيش حقائبه تم العثور على كميات من قطع غيار السيارات الألمانية. معتقلون جدد في تركيا، فقد أصدر المدعي العام التركي أمراً باعتقال 103 من أساتذة الجامعة باسطنبول بدعوى علاقتهم بالداعية فتح الله جولن،
وكان المجلس الأعلى للقضاء ومدعي العموم في تركيا قرر عزل 203 من القضاء ومدعي العموم للاشتباه في ارتباطهم بالمعارض فتح الله جولن الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة التمرد التي وقعت في يوليو الماضي. إلى هنا نشرتنا انتهت، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.